جينا للمطبخ الحلو والجميل بتاعنا وهنعمل حاجات النهارده سهله جدا ولذيذه قوي ويامي قوي وحاجه حلوه كمان. اول حاجه هنعملها هو العصير بتاعنا. عندنا النهارده عصير فراوله باللبن من العصائر الحلوه قوي اللي ممكن نبقى بنشربها في اي وقت طبعا، وبالذات بقى الصبح لو احنا قبل ما ننزل المدرسه قبل التمرين، بيدوا طاقه حلوه جدا جدا ومفيدين جدا. عارفين ازاي نعمل عصير فراوله؟ هنحط ده وبعد كده اللبن وبعد كده معلقتين سكر. كام معلقه سكر؟ فراوله ولبن. يلا تقدروا تعملوا ده مع بعض؟ يلا ممكن تعملوا انتوا ده مع بعض. هنا بقى احنا هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل كرات البسكوت بجوز الهند بالشوكولاته، يامي بقى بشكل مش عادي. هنعمل ايه؟ هنحط، ممكن تساعدوني، عايزه معلقه بعديها ماشي معلقه. حلو، هنحط شويه بسكوت. اوكي انا مش هشرب حاجه كده اهو، مش كله طبعا علشان ايه التكستشر. اوكي ونحط الشوكولاته بتاعتنا اللي هو الكاكاو اللي معانا، كاكاو خام حبه حلوين كده عشان يبقوا ايه. نحط بقى شويه جوز هند حلوين قوي كده ايه معاهم برضو. حلو ماشي، ده هنا كان جوز هند للتزيين. نسيب اللي متبقي معانا ونبتدي بقى ايه نعجن كده في بعضه. هنقعد نعجن 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 قبل العجن، يعني بنقلب كله في بعضه عشان هنعجن ازاي دلوقتي. طب عارفين ده ايه؟ ده سكر. سكر، برافو، ده سكر باودر. حط السكر كله اللي معانا عشان يبقى تمام. قلب قلب انت هنا عقبال لما اروح اخلط هناك. خلصتوا لي انتوا الحاجات اللي عندكم؟ ونعمل بلندنج للعصير الحلو الى الاساتذه. ندوس على ده صح؟ ليه يا عم؟ طب ما تدوس. ماشي خلصنا كده؟ خلصنا. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ هتعمليه في البيت؟ لبن وفراوله وسكر. مين هيعرف يصب من غير ما يوقع؟ انا. يلا يا استاذ. ايش يا حياتي؟ هشيله ازاي بقى؟ مش هتعرف، هي هتساعدك. هي اكبر مني. معاتي، هي هتساعده. احنا هنا بقى ايه؟ قلبنا كويس، هنحط بقى عشان نعجن كدا. اللبن بتاعنا. ايوه كده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام. خلصنا اللبن. هنعجن كده هو بالمعلقه الاول كده هو قبل ما ايه ندخل ايدينا في الموضوع. هنعجن هنا. احنا ممكن نزود بقى، بصوا شويه بسكوت عشان ابتدت تبقى ايه. هنزود بسكوت لما نعرف بس انها مسكت في بعضها. اقول لك انا على حاجه حلوه قوي. شكلها حلو، ممكن ننزل دول كمان. يلا قلب. انا اقول لك على حاجه حلوه قوي. خلصتي؟ استني خلصتي. يلا روحي بقى دوقي ده لماما بسرعه، وانت كمان يا استاذ مصطفى، وبقولوا لي قالوا لكم ايه. اوكي يلا يا جوجو خدي الكوبايه، يلا بسرعه روحي لماما. يلا روحي لماما. انزل انزل الاول. يلا اتفضل خد الكوبايه دي. طب بصوا، واحنا المفروض نقعد نعجن اكتر لحد ما تبقى شبه كده. اوكي هنقعد اعجن بس لغايه اما اجي لك، وكمان هقول لك هنعمل ايه بقى عشان ايه بنخلص. ايوه بصوا بقى، عندنا ده بنرص بيه كده. ساعدني يلا خد معايا. جميل قوي قوي الكلام ده، جميل قوي. طيب احنا بعد ما عجننا كده اللي الاستاذ انطونيو بيعمل فيه بيعجنه، هنحطه شويه في الثلاجه. لما نحط شويه في حلوين في الثلاجه هيبقى ماسك نفسه كده اهو، بس احنا طبعا مش هينفع نستناه دلوقتي في الثلاجه. لكن هو ده الميكستشر الخطير العظيم اللي احنا لما نحطه في الثلاجه هيطلع لنا كده اهو. اوكي وبعدين انا هساعدك نبتدي بقى نحط الكور بتاعتنا. حلو قوي كده، كفايه كفايه. هنعمل ايه بقى؟ هقول لك حالا. يا سلام، دي الفقره بقى الحلوه قوي عشان هي بولز اصلا. هنعمل كده اهو ونقوم حاطينها هنا. يلا كل واحد بقى ايه يعمل الكور دي اهي، هجيبها لكم كده. وبعد ما بنخلص كوره بنقوم ايه مزينينها بشويه جوز هند كده ايه في الاخر عشان تطلع شبه ايه بقى. ما انا محضره لكم ما قلتلكوش عشان تطلع شبه الكور الحلوه دي كده اهو. ادوقها انا بقى. ما اقولكوش على الحلاوه. لا انتوا هتدوقوا بعد ما تخلصوا. انا بقى مبسوطه جدا 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 بالكور دي لانها طعمها لذيذ قوي، لانها سهله جدا جدا. صح ولا ايه؟ سهله، تقدروا تعملوها في البيت عادي جدا صح؟ ومن غير ما نلخبط الدنيا في المطبخ، ومن غير لما نطبخ حاجه ونحطها على النار ولا اي حاجه خالص. سهله جدا، بسيطه جدا. طعمها حلو قوي 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 قوي. طب كده يبقى اتعلمنا حاجه جميله جديده سهله مفيده نقدر نعملها في البيت. شباب هتعملوها في البيت؟ هتعمل ده وعد؟ طب يلا كملوا الكور دي عشان ماما وبابا يدوقوها. بكده بقى نبقى وصلنا
لحد نهايه الفقرات بتاعتنا في الرحله بتاعتنا، وهنروح نغني اغنيه حلوه، وبعد كده بقى نقول لكم ايه، باي باي.